بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق شبين الكوم، نعرفكم على أسعار الخرفان الأضحية بتاريخ 16/6/2022. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة الأصل في مصر 1 وأصل يضيف مصر 2. بالصلاة عليكم. الأسعار بتبدأ من كم هنا؟ السلام عليكم يا معلم. الاسعار بتبدا بكام هنا النهارده؟ نعم الاسعار سعر الايه بكام النهارده في الخرفان؟ خرفان سعر الايه ب 80 جنيه. ب 80 جنيه يعني سعر الايه من الاضحيه ب 80 و85 و85 اللي هو النهون بقى ال 80 لبنه والقافل لا القافل ب 80 واللبنه ب 85. السلام عليكم. الفرق ده حد اهو. يعني الاسعار الخرفان هنا بتتراوح من سعر كام لكام؟ يعني 5.5 6000 7000. 5000 ونص 6000 7000. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اتفضل معانا برضه امك من ارضيه السوق. السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم. عاملين كام بالصلاه على النبي دول؟ 3000. عمرهم قد ايه؟ 3 اشهر. اللهم صل على النبي. كام دي يا حاج؟ عامل كام؟ عامل كام بالصلاه على النبي كده؟ والله ب 56 ونص. 56 ونص. اللهم صل على النبي. سنه يا حاج ايه؟ سنه ايه؟ كسر جوز. كسر جوز. اللهم صل. سعر الايام النهارده بكام؟ ب 80؟ 80 جنيه. اللهم صل على النبي. ادي خروف يا جماعه للاضحيه برضه، اللي عاوز يجي اللي عاوز خروف للاضحيه بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. مال طيب. خروف للاضحيه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. بكام ده معلم بالصلاه على النبي؟ لا لسه جاي من البيت. لسه جاي تبيعه؟ عامل كام؟ والله لسه ما حدش اتكلم فيه. لسه جاي. لسه ما حدش اتكلم فيه. بالصلاه على النبي. خش بقى كده على المعز بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. 27 ونص. صل على النبي. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا معلم. سعر الايه النهارده في المعز بكام؟ سعر الايه في المعز بكام؟ في المعز نوع النوتي ولا الدكوره؟ النوتي بكام والدكوره بكام؟ النوتي ما تلزمش، انما الدكوره بتلزم 110. ايه يا عم حسن؟ 110 جنبي 100 جنيه. يعني دمك عاملين كام بالصلاه على النبي؟ دول؟ دول عاملين 27 ونص. 27 غير مصاريفهم 27، يعني 2700 غير مصاريفهم كمان. سنهم ايه يا معلم؟ واحدة كسرة جوز والتانية دي ودي قافلة. اللهم صل على النبي. يعني السعر الايام النهارده في الدكورة ب 100 جنيه. انا برضه خروفها. السلام عليكم يا معلم. الخروف ده عامل كام بالصلاة على النبي؟ قول يا عبد اللي عاوزين نعرف المشاهد بس بكام؟ قول بس. سنه كام؟ سنه ايه؟ عارف المشاهد، عاوزين نعرف المشاهدين الاسعار. بيسال حضرتك بكام ده يا حاج؟ بكام الخروف ده بالصلاه على النبي؟ ب 6000. سنه ايه؟ قافل طري. قافل طري. اللهم صل على النبي. معانا برضو خروفها بالصلاه على النبي. الاضحيه برضو يا جماعه قافل طري.